قررت الجزائر فتح مجالها الجوي مع المغرب أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية للجرحى والمصابين، وذلك عقب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها على إثر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق في المملكة المغربية: أبدت السلطات الجزائرية استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق، وذلك في حال طلب من المملكة المغربية. كما قررت السلطات الجزائرية فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية للجرحى والمصابين. وكان زلزال مدمر بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص وفق أحدث إحصائيات وإصابة المئات. وتسبب زلزال المغرب كذلك في خسائر مادية كبيرة في الإقليم وعدد من الأقاليم والمدن والقرى في أنحاء متفرقة من المغرب. وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية أن الجزائر تقدم تعازيها لأسر ضحايا زلزال المغرب، وأكدت أن الجزائر تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق عدة بالمملكة.